بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. سرعة الذباب، إن شاء الله راح نتكلم عن سرعة الذباب. يقول الباحثون إن لدى الذبابة قدرات فائقة، حيث يعالج دماغها المعلومات ويرسم الخطط خلال من 1 إلى 10 من الثانية. هذا يمنحها قدرة عالية على المناورة والدفاع عن نفسها. صراحة ما نقول إلا سبحان الله الذي أعطى للذبابة هذه القدرات الفائقة، بل وضربها في القرآن الكريم، ضرب لها مثال في القرآن الكريم. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وأن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. سورة الحج آية 73، والله أعلم.